الراجل ده ما اتحركش من هنا. مين حضرتك؟ لا انا عايز اتحرك. اتحرك ماشي. ما تقولش بقى عباس، ما تقولش عباسط ولا ده ولا ده. ماشي. بعد اذنك، بعد اذنك دي مدير الامن. يلا فين مدير الامن؟ ولا مش عربي، ما مش عربي اصلا. فين مدير الامن يا عباس؟ ما اتحركش كده. مين ما لا انا عايز اتحرك. اتحرك دي ما شاء الله سليمه. معلش على طول قول انا ممكن اخلصك عبد الباسط. قول له، قول له اعترف لي وانا هخلصك. معلش روق كده يا كابتن. روق روق ان شاء الله سليمه مفيش حاجه. كابتن المخدرات دي يعني يا عم مخدرات ايه؟ تجري في ايه انت كمان يا كابتن؟ ما هو معايا. شوف انت رايح فين، بتفرش معايا. ما تنزلش الملعب الا انت متسلطن. ها هو الحلاوه ارض الملعب. لا خلاص انت مال امك. لا لا انا راجل ابو عيال. انت مال امك. انت مال امك. انت مال انا ابو عيال. مالكش دعوه، مالكش دعوه. ما تضربش عشان عيب. اوعى انت كمان. ها مشوك من سواسه ومن ايدي ومن كل حاجه. انت مال امك. انت مال امك. انت مال امك. بتتكلم ليه؟ انت مستفزني يا اخي. طب هو انت كده دخلوا عليا، دخلوا عليا. يعني انت خدت اللي تحت سواسه. انت عابر ده. انت ذنبك، انت مش ماشي من هنا النهارده. انت مال امك؟ انت مال امك؟ انت امشي ولا ما امشيش؟ انت عبيط ولا ايه؟ شغال ايه انت عمر انت؟ وربنا العام المهدر فيك. اموتك يا اموتك. انا عامل مهدر فيك. وربنا العام المهدر. انا عامل مهدر تضربني؟ كسرت لي التليفون بس بيسجل برضه. اخده منك التليفون. بتنرفزه وتوديني هو في الحاله دي؟ ده انت حضرته هو هادي. باي باي. كهربا شوف شرنوبي فين بس. تقعد تتكلم انت مع نفسك. عايش مع نفسك شرنوبي الاول. كهربا ازيك؟ ايه يا جدع عامل ايه؟ انا حد يقول لك اصل انا مال امك انت؟ كابتن ما ينفعش كده يا كابتن. انت راجل يعني راجل اخلاق. في ايه كهربا؟ في ايه مالهم؟ كهربا في ايه يا حبيبي؟ النجم اللي ضربني بهدلني ماسكينه. يا استاذ انا ما انت هتقول مخدرات انا بقول لك اهو. انا عايز افهم. استنوا يا جماعه انا عايز افهم. هو حط لك ده اللي حطها. انت اللي حطيت البتاع ديت اصلا. شوف مدير الامن فين؟ طيب يلا شرنوبي فين؟ شرنوبي فين؟ شرنوبي فين؟ معلش شرنوبي فين اصلا؟ ما سابني اصلا ولا عربيته اصلا. هو عربيه شرنوبي. انت معاك حشيش ولا يا ست حشيش؟ انت كمان انت ده تحل. شوف انت رايحه فين يلا. يلا شوف انت رايحه فين يا ست. يا اخلاق هو حبك يا ست. انت شوف انت رايحه فين. ده مركز حبك يا ست. اخش انا هاجي. انا هاجي اخش بس. يا انت تبقى معاك حشيش وبتكلمش. انا عايش. انا الشرنوبي اهو كان بالعربيه. انا جاي اساعدك. انا ما كانش معايا حاجه. انت مش بس معاك. انا شكلك معايا ازاي تتكلم؟ انا رايح حل كل حاجه. انا لعيب كوره. انت تهزري؟ طب ليه جاي معاك حشيش؟ طيب معيش حاجه. ده عربيته هو مش عربيتي. بس يا ابني طلع سيجاره يا كابتن. طلع يا شغال. لا لا المؤتمر المؤتمر المؤتمر. يلا يا جماعه انت بتجمعوا حشيش واحنا ساكتين. انت بتدفعني بقى. انت بتداري على حاجه مش بتاعتك. انت بتداري على حاجه. عربيه بتاع الشيومي مش بتاعتي. على فكره مش بتاعتي. انا عايز تليفوني. تليفوني معايا. تمام بس ما كانش فيه فتايا. لا بس هو ليه بيضرب الناس؟ بنت كلكم.